ضمن حملتها التوعوية اعرف قانونك، أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، وأشارت الهيئة إلى أن الأحكام تشمل المواطنين الملتحقين بالعمل للمرة الأولى بدءا من تاريخ 31 من أكتوبر 2023 فصاعدا لدى أي جهة عمل في الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية باستثناء جهات العمل في الحكومة المحلية لكل من إمارتي أبوظبي والشارقة، وجهات العمل في القطاع الخاص باستثناء جهات العمل بالقطاع الخاص في إمارة أبوظبي. وأوضحت الهيئة أنه يشترط للاشتراك عن المؤمن عليهم أن يكون الموظف متمتعا بجنسية دولة الإمارات، وأن لا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 عاما ولا يزيد على 60، وأن يكون لائقا صحيا للعمل عند التعيين. ونبهت الهيئة إلى أن التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه هو من اختصاص صاحب العمل، وكذلك سداد الاشتراكات المستحقة عليه وفق النسب المعتمدة قانونيا، ومن ثم فإن أي غرامات تنتج عن مخالفة ذلك يتحملها صاحب العمل.